طبعا قبل ما نبدأ وأتحدث عن لوحات أهني شعب الإمارات في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، اليوم الوطني. ومشاركتي طبعا مثل ما أنتم شايفين بعملين فنيين. العمل الأول هو فتاة بالزي الإماراتي، وهو الزي الإماراتي التقليدي القديم. واللوحة الثانية أيضا هي عن السلام والأمل، والعمل بعنوان حلم. هذه الأعمال اللي شاركت بها، وكان المعرض جدا جميل، وتعرفنا على الوجوه الحلوة من كل الفنانين من كل الجنسيات. ممتاز. طبعا لوحات ما شاء الله كلش جميلة، ويعني طبعا الأمل أكيد والسلام وكل هالأشياء نلقيها بدولة الإمارات العربية المتحدة. إيش قد صار لك في الإمارات؟ صار لي 13 سنة بلدي الثاني. طبعا نفس الشيء أني هم، وأتوقع كل أحد موجود هنا هم نفس الشيء. طيب شلون حسيتي المعرض إجاد؟ شلون الأصداء عليه؟ شلون هل هاي أول مشاركة مع أرتسيتا جاليري لو ما أول مرة؟ والله بالنسبة لمشاركتي هذه أول مشاركة، وسعيدة جدا بهذا التجمع الجميل، وخصوصا إحنا مرينا بفترة صعبة، فترة جائحة كورونا، لكن كلش سعيدة إنه كان في إقبال جميل على المعرض وحضور جدا رائع، وكلش سعيدين، يعني كان معرض رائع جدا.